عمرة فوات الحج هل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ صورة المسألة كالتالي: لو أن شخصا أحرم بالحج ففاته وقت الوقوف بعرفة، يلزمه أن يتحلل بعمرة، وستأتي مسألة الفوات بإذن الله عز وجل وما يترتب عليها، لكن مما يترتب على الفوات أن يأتي بعمرة، هل هذه العمرة تجزئ عن عمرة الإسلام أم لا؟ الجواب: لا تجزئ. لماذا؟ لأنه لم ينويها في أول إحرامه.